مشاهدينا نتحول لمتابعه اهم انباء المال والاعمال والتفاصيل مع محمد عبد الله. اليك محمد. شكرا الهام وشكرا ايمان. ومشاهدينا الى اهم الاخبار الاقتصاديه محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أعلن البنك المركزي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 70.7 أو 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41% في يونيو 2023. وذكر البنك في بيان له أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.7% في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي لتضخم العام 36.5% في يوليو 2023 مقابل 35.7% في يونيو 2023. اتفق البنك المركزي ونظيره الغاني على تبادل الخبرات في مجال الأمن السبراني والاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في هذا المجال والوقوف على الهيكل التنظيمي ومهام الإدارات المركزية خاصة مركز الاستجابة بالقطاع المالي، بما يعزز جهود تطوير مركز عمليات الأمن السبراني في البنك المركزي الغاني. كما ناقش الجانبان المشاريع وآليات التعاون المستقبلية ومدى أهمية تطبيق الإطار الأساسي للأمن السبراني في مؤسسات القطاع المالي الإفريقية لتعزيز القدرات السبرانية في المنطقة، بجانب حوكمة الإجراءات والنظم الإدارية المتبعة للإبلاغ عن الحوادث السبرانية وكيفية الاستجابة لها. بحث محافظ بورسعيد عادل غضبان مع نائب وزير الاتصالات التنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة خالد العطار تدشين منظومة الكارت الموحد الذكي للمواطن، والذي يأتي استكمالا لمنظومة التحول الرقمي التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات. وخلال اللقاء أكد نائب وزير الاتصالات أن الكارت الموحد سيساعد على توحيد حزمة الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحا أن المرحلة الأولى ستضم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية. الكارت عليه تموين بشقيه خبز وسلع، عليه تأمين صحي، عليه مدفوعات، وعليه البصمة عشان نتأكد من الشخص لما بيقدم الخدمات التأمين الصحي. ده ما بيلغيش كارت التموين. بريد هو يعني هو هيئة يعني مالية، احنا الكارت ده هو كارت المدفوعات، كارت مدفوعات مسبق وبيقدم للمواطن بالمجان، فما فيش اي مصاريف على المواطن. الكارت الموحد ده كارت بنكي لانه طالع من مؤسسه ماليه اللي هي البريد، طالع بمواصفات البنك المركزي، له حساب مع الكارت ده، في حساب في البريد، ده ما بيلغيش اي حسابات او اي قروض اخرى، انما ده بيسهل على الحكومه انها لما تتواصل مع المواطن في اي امور ماليه بيبقى من خلال الكارت. اول مره في مصر كارت متقدم كمميزات. الكارت هو زي الاي تي ام، زي الفيزا اللي مع اي مواطن ممكن يشتري بها من اي حته. الاهم من كده ان هو بيقدم خدمات موحده حكوميه زي منظومه التموين، ان المواطن ممكن ياخد منظومه الخبز ومنظومه التموين وكمان يستفيد بالكارت عن طريق التامين الصحي الشامل. الكارت الموحد يقدر من خلاله ان هو يدفع لو عليه اي مدفوعات، يقدر من خلاله يتحقق من بياناته في المنافذ وفي الوحدات الرعايه الاوليه وفي المستشفيات، يقدر بالبصمه بتاعته لو هو رايح لخدمه طارئه ان هو يقدر يحصل على الخدمه بشكل سريع جدا دون حتى لو كارت مش معاه ببصمته يقدر ان هم يستخدموها. فالحقيقه ان هو بيسهل على المواطن الحصول على الخدمه هو واسرته. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها في عدة أشهر، حيث عزز ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين عزز ذلك المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود.
وهبط خام برنت بنسبة 0.1% ليصل إلى 87 دولارا و46 سنتا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.1% ليصل إلى 84 دولارا و34 سنتا للبرميل. وصعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.22% لتصل إلى 3.21 دولارات للتر، بينما تراجع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.47% ليصل إلى 2.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي. هذا وارتفع المؤشر السعودي 0.7% ويتجه لزيادة مكاسبه من الجلسة السابقة مدعوما بصعود سهم أرامكو العملاقة للنفط 1.1%. وصعد المؤشر القطري 0.2% مدعوما بزيادة سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 1%. وتراجع مؤشر دبي 0.7% متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية 1.7% بعدما أعلنت الشركة انخفاض صافي أرباحها في الربع الثاني بنسبة 0.5% تقريبا. وانخفض مؤشر أبو ظبي 0.3%. أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أنها ترى آفاقاً لسوق نفطية صحية في النصف الثاني من العام، وتمسكت بتوقعاتها بزيادة الطلب على النفط في عام 2024 مع تحسن طفيف في التوقعات بشأن النمو الاقتصاد العالمي. وتوقعت أوبك أنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً في 2024 مقارنة بنمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا في 2023، ولم تتغير هذه التوقعات منذ الشهر الماضي. وتأتي النظرة المتفائلة للمنظمة مع وصول أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، وأعطى شح المعروض دفعة للأسعار، كما أظهر تقرير أوبك الشهري أن السعودية نفذت الخفض الطوعي للإنتاج في يوليو بشكل كامل. أغلق المؤشر النيكي الياباني على ارتفاع معوضا خسائره المبكرة قبل صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية، وارتفع المؤشر النيكي 0.84% ليغلق عند 32473 نقطة. وصعد المؤشر توباكس الأوسع نطاقا 92% إلى 2303 نقاط. هذا وقفز سهم إمباكس 16.62% بعد أن رفعت شركة التنقيب عن النفط والغاز توقعاتها لصافي أرباح العام بأكمله 7%، وأعلنت عن إجراءات لتعزيز قيمة الشركة وعوائد المساهمين. نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى إلهام وإيمان. شكرا لك محمد.